الفنان عمرو دياب يتوجه للمسرح لو سمحت. الفنان عمرو دياب يتوجه. يعني ازيك عامل ايه وحشت؟ انت خايف ليه؟ ما تخافش مني. انا انت حبيبي. العضلات لسه مستمره. ارحمنا يا سيد عمرو. معنى وجودك هنا مش فيلمك مش العمل بتاعك، لكن انك تبقى حريص انك تبقى موجود معانا. بص، هو دول كلهم اصدقائي وانا سعيد جدا بيهم، لان العمل ده عمل مختلف. ولاد رزق 1 و2 كان ناجح نجاح كبير جدا. النهارده ولاد رزق 3 بالانتاج اللي انا شفته واللي احنا اللي هو حاصل دلوقتي ده انتاج يعني بيسموها بالصبغة العالمية، يعني على المستوى العالمي. يعني يفتح نفسك للفيلم اللي نفسنا فيه، مش كده؟ نفتح نفسي جدا. انا دايما اقول قدامنا 10 سنين. لو عشر ما فيش. انا 10 سنين؟ لا لا لا، 100 سنة كمان. انا هنا ولا هنا؟ احنا هنا. طيب يا سيدي. لا، هو بصراحه يفتح نفسه، بس هو انا بمعرفتي بمعالي المستشار تركي الشيخ انه كل الاعمال اللي بيعملها بيعملها بصبغه عالميه. يعني انا بالنسبه للمزيكا، بالنسبه للسينما دلوقتي لقيتها كده. فطبعا فيلم حتى انا لسه ان شاء الله راح اشوفه دلوقتي، بس الكواليتي اللي معمول بالتريلر اللي انا شفته ده حاجات اكيد من بره. وبعدين طارق العريان له باع معايا من زمان، يعني انا بيني وبينه تاريخ قديم فنيا موسيقيا. وانا شايف انه النجوم عظام اللي موجودين، فالعمل كله متكامل. فانا فرحان قوي اني موجود معاهم النهارده واتمنى لهم التوفيق.